السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب، والرزق الحلال يا رب، فردوس الأعلى يا رب. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك يا شيخ. الحمد لله بخير، منورنا. الله يخليك يا رب. احنا بنأخذ البركة واحنا جايين، خاصة لما تكون النية خير، يعني الحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن يستعملنا في طاعته وأن لا يستبدلنا أبدا يا رب العالمين. لكن خليني بس في البداية، أنا محتاج الناس تعمل حاجة كده وتكثر، خاصة وإحنا يعني في سبحان الله ما بنخرجش من موسم إلا بندخل في موسم تاني كله بركات، كله بفضل الله عز وجل بركات. فألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فأنا محتاج أقول بس ذكر كده مهم جدا. أنا عارف النهاردة فقرة يعني مفتوحة هنستقبل الصلاة، لكن قبل ما ناخد الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. تخيلي ده كنز، لو أنا بقولك يا أستاذة دعاء في كنز في الحتة الفلانية دي، ولو قدرت تروح تاخديه خدي، يا خلاص يبقى بتاعك. فأنت تقاعست تكاسلتي فقلت لا مش قادرة مش قادرة أروح، هيتقال عليك إيه؟ معلش يعني أنت في عقلك شيء، ده كنز كبير جدا، إزاي تسيبيه بالطريقة دي؟ تخيلي بقى ده كنز من كنوز الجنة، سهل جدا وأنا راكب السيارة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا قاعد لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت بتستقبلي الصلاة فأنا قاعد عمال أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ده كنز من كنوز الجنة. كان أحد الصالحين بيقول: لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه سبحانه وتعالى. ربنا ما بديش ده، ما حدش بيقول الكلام ده إلا من أحبه الله رب العالمين. يبقى دي قضية لابد اللي احنا نشغل ألسنتنا بذكر الله عز وجل، اللي احنا بنسميها بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، بنسميها إيه؟ الحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، استغفر الله. كويس، بس في أذكار كثير من الناس لسانه مش متعود عليها من ضمن الذكر اللي احنا عاوزين نعمله، وده على فكرة بيفتح أبواب كتيرة جدا جدا جدا. يعني كتير من الناس يقول لي أنت دايما تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا تعلمنا من مشايخنا. أيوة أصلا لا حول ولا قوة إلا بالله بتفك حاجات كتيرة، يعني صحيح، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله بتتفك. يعني أنا ما أقدرش أمشي في طريق إلا بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وكأني بقول له يا رب يعني أنا في النهاية سبب. أيوة. وأنت سبحانك أنت المسبب لكل ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نبدأ ناخد التليفونات. ضحى أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ إزيك يا حبيبتي، أهلا بيك، تفضلي. ممكن أكلم الشيخ أحمد؟ تفضلي يا فندم تحت أمرك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يحفظك. ربنا يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ أحمد، أنا متجوزة ومعي ثلاث أطفال ومعي أخت متجوزة، بس جوزها منحها تكلمنا خالص. ليه بقى؟ ليه؟ هو كده عاوزها ما تكلمناش خالص. يعني ما تكلمش مين بالضبط؟ يعني ما تكلمكيش انت كاختها؟ لا احنا كلنا، انا واخواتي كلنا وملهاش دعوه بينا. طب معلش، بابا وماما موجودين؟ لا بابا متجوز ويعني عايش بعيد عننا، والدتي توفت 3 رمضان السنه دي. طب هل ده هل ده مستمر بقاله فتره يعني ولا امتى؟ من ساعه ما اتجوزت. يعني من ساعه ما اتجوزت قال لها اقطعي الصله باهلك؟ اه، حتى لو انا ولدت تعبت اي حاجه، اي اختي برضو ولدت ما تجيلناش ولا كان احنا اخواتها. محدش راح يكلمه قال له ليه بتعمل كده؟ كتير قلنا وكتير قلنا خليها تيجي، لا هو برضه هو عاوز كده. فحضرتك حصلت مشكله، فلما والدتي توفت قلت لها يا اختي احنا دلوقتي هنعرف اخبارك منين؟ احنا كنا بنعرف اخبارها من امي، فخدت رقمها وكنت بكلمها وبتواصل معاها مره في اليوم، لو ما ردتش بخاف ارن تاني ان هو ايه يعني يسمعني اعمل لها يعني مشاكل وكده. فجت كلمتها من رقم جوزي، راح هو بقى شاف الرقم ودخل على الكنترول لقى اسم جوزي. فقال لها بتكلمي ليه؟ قالت له لا انا ما بكلموش، ده اختي اللي بتكلمني. فعمل مشكله ومسكها ضربها بالحزام ضرب جامد وراح قفل عليها الباب. فالمهم هي فتحت الباب وراحت عند اهلي. فجي حضرتك راح لجوزي، اللي راح لصاحب جوزي يقول له ده ان جوزي بيتكلمها. فجي بقى حسن يعني قال له ان هو جوزي، قال له لا انا ما بكلمهاش، ده مراتي اللي بتكلمها. فراح يقول لجوزي انا ممكن اقول ان مراتك بتكلم واحد مش بتكلمنا احنا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده مريض نفسي اصلا. فكده انا يعني انا كده تسببت لاختي في المشاكل، ولا انا ذنبي ايه دلوقتي؟ انا كل هم ان انا خايفه على اختي. وهي عايشه بقى في الحياه الجحيم دي من يوم ما اتجوزت؟
وجت فترة عندنا في رمضان هي في مشاكل من ساعة ما عرفت إن، وكمان بيحج رغم إن هو بيحج كل سنة. لا هو عنده مشكلة نفسية معانا احنا بالذات، هو بيقول للناس يعني بيقول كلام علينا وحش جدا. جوزي قال لي هو ليه يعني هو مش عاوزها تكلمنا، قال لو هي ما كلمتهمش خلاص احنا هي هتبقى كويسة يعني. بالرغم ان انا لما كانت بتحكي لي بعد ما والدتها توفت كنت بلاقش يا اختي صالحيه عشان مثلا يتكلم، عشان ايه يخليكي تعيشي كويس وكده، واخد منها الريسيفر ما يخلاش تتفرج على الشاشه. فانا قلت لها خش يا اختي صالحيه وكده، ويعني مش بنقول لاختنا على الوحش بنقولها على الخير. فبرضه هو بقى بيقول لا او كده، وقال عليا انا كلام وحش لجوزي، فجوزي وقف في حقي وقال له لا ما تقولش على مراتي كده. طيب معلش انت ليكي اخوات صبيان؟ ليا ولدين. طيب ايه بيعملوا ايه؟ ايه موقفهم؟ والله تعبوا حضرتك، هو يعني مش كويس بالمعنى الالفاظ والكلام، ويجي يفضح بقى لما تكون اختي غضبانه. اخواتي محترمين جدا يعني من شغلهم لبيتهم ما لهمش دعوه بحد. يعني هم بيتحاشوه عشان هو مش كويس؟ عشان مش كويس وبيقولوا الفاظ وحشه وفضايح بقى حضرتك في الشارع، بيقول كلام ما ينفعش يتقال على مراته في الشارع. طيب اختك رايها ايه؟ اختي بقى قالت لي، اختي كانت اصلا عايزه تيجي تغضب قبل ما انا اكلمها وقبل ما هو يشوف رقمها، بتقول لي يا اختي انا تعبت. بس هي معاها 4 بنات يعني، هو اللي ماسكها برضه ان هي معاها 4 بنات. هل هي تعبت من المعامله دي بس، ولا هي تعبت عشان هو منحها من الكلام معاكو؟ هي تعبت بتقول بيعاملني وحش جدا يا اختي، وخد هدومها يا شيخ احمد اللي بتقعد بيها بش في الشقه خدها منها، وكان جايب لها ازازه برفان وساعه من الحج شاله منها برضه. ايه ده؟ يعني هي بتقول لي انا تعبت يا اختي، فانا بكلمها من حكايه ان انا اطمن عليها والله، مش ان انا اخرب بيتها ولا انا احرض على حاجه وحشه، لا انا حكايه ان انا احنا ما بنروحش بيتها خالص. لا بس ولا هي بتيجي عندنا، فانا كنت بكلمها وضع يعني هو وضع كله غريب. ماشي. طيب احنا لو حطينا ده في مقياس العرف، مش مقياس الشرع، مقياس العرف، ان الزوج اللي بيعمله ده كله غلط، يعني ما ينفعش ان هو يمنع زوجته اصلا عن اهلها باي حال من الاحوال باي من حقه ان هو دي يحدث من حقه. ماشي يا ضحى، انت احنا كده فهمنا القصه، انت اسمعي الاجابه من الشيخ. من حقه ان هو يغير على زوجته، ما ده الغيره ما فيهاش مشكله، لكن الغيره لها ضوابط، ما ينفعش ان هو اتهم جزافا. وممكن اقول على فكره في واحد اجنبي بيكلم مراتك، وبندخل بقى في المسألة دي، وحضرتك بتقول يا صواب يحج كل سنة، ملهاش علاقة بالمسألة دي. هو دخل في الحرام هو أصلا. طبعا يعني هو احنا خلاص يعني خطوة كده ودخلنا في بقى، ممكن يبقى حد من حدود اللي هو القذف، يعني احنا ممكن ندخل في القذف بالطريقة دي، خاصة بقى ان في ممكن تكون غيبة بقى، ودخلنا في النميمة ودخلنا في الكذب وحد الافتراء، فاحنا عندنا تشكيلة كده من الحرمات الإنسان ده ممكن يكون بيعملها على حسب ما سمعنا يعني. فالامر الثاني ده احنا واخدناها من ناحيه العرف، من ناحيه الشرع ده ليس قاعده المعروف ابدا، يعني وعاشرهن بالمعروف، مستحيل ان ده يكون من المعروف، ومستحيل ان ربنا يامر بذلك ابدا على الاطلاق، هذا لا ياباه لا عقل ولا ياباه عرف ولا ياباه شرع باي حال من الاحوال. طيب انت كنت بتكلميها احيانا مش رصيد، فبكلم هات تليفونك يا زوجي انا ممكن اكلم اختي وبتاع وما الى ذلك، خلاص حصل مشكلة من المشاكل دي كلها نتجنب بقى كده، يبقى تليفونك انتي عاوزة تكلميها تشحن رصيد، تبدأ تكلمي أختك من تليفونك انتي عشان ما يحصلش الايه المأساة اللي بتحصل دي. ونسأل الله عز وجل أن يعني أن ربنا يهدي يا رب، وأن يرده إلى الجادة، إلى جادة الصراط المستقيم، لأن اللي بيعمله ده غلط وممكن يخرب على بيته، وممكن اولاده بقى عايشين في نكد ان هو انا اشيل منها كل حاجه وهدومها اللي بتعب بيها والكلام ده، يعني لا اعتقد ان ممكن انسان عاقل يعمل الكلام ده، يعني لا يفعله الا مجنون. نسال الله العفو والعافيه. ربنا يهدي. ومن حق مراته ان هي تكلم اهلها حتى بدون علمه. انت تتواصل معاهم، ولو قدرت ان هي بتروح يوم من غير ما يعرف ما فيش مشكله خالص يعني. ربنا يهدي. معانا تليفون ام احمد، اهلا وسهلا. ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبه قلبي. انا معلش سامحوني، بس انا اول مره اتصل على التلفزيون، وكنت يعني ليا سؤال عند الشيخ يعني. اتفضلي تحت امرك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الحمد لله. انا كان ليا بس سؤال،
انا دلوقتي انا والده بقالي سنه ومن يوم الولاده انا ابني في الحضانه قعد 3 شهور، يعني انا ما شفتوش اصلا غير هو في الحضانه. وبعدين يعني هو مولود تعبان، يعني عنده عمل 3 عمليات لحد دلوقتي. وبعدين هو بعد 3 شهور من الحضانه عمل 2 عمليات وهو في المستشفى. بعد كده جوزي راح لقى في اهمال يعني للولد، والولد ما بياكلش وفي اهمال خالص يعني. المهم هو خرجه وانا قلت له يعني ما تخرجوش لان هو لسه فاضل له عمليه ومش هنعرف ندخله اي مستشفى حكومه ثانيه، احنا مدخلينه في المستشفى دي بالواسطه. فالمهم هو ما سمعنيش وانا ما سمعش لحد وخرجه من المستشفى. وبعدين بعد 20 يوم من ما خرجه دخنا داخلين بيه لحد دلوقتي، ما بقاله مثلا 6 شهور دلوقتي داخلين بيه مش لاقيين مستشفى تاخده عشان يعمل عمليه. كل الناس بقى دلوقتي واقفه عمالين يقولوا لي انت السبب، انت اللي ما قلتيش لجوزك، انت اللي ما قلتيش، لا يعني ما خدتيش ومشيتي. ما طب بصي يا ام احمد، هو صوتك عمال يروح ويجي بيقطع يعني، بس احنا يعني اللي فهمناه كده من القصه ان انت البيبي كان في المستشفى وبعدين جوزك خرجه قبل الميعاد اللي المفروض يخرجه فيه، فالولد دلوقتي تعبان وانت مش عارفه تدخليه المستشفى تاني، فالناس بيلوموك انت. طب مش الناس بيلوموكي مش بيلوموا جوزك؟ مش هي قفلت يعني؟ انا كنا محتاجين نعرف بس بقيه السؤال، لكن هو لو كان عنده المقدره على ان هو، وهي بتقول مستشفى حكومي تقريبا، هو كان تقريبا كان في مستشفى حكومي بس هو اللي خرجه من غير ما يسمع كلامه. هو لو خرجه وان الولد كان لسه محتاج للمريض، فلو كان في ذنب فالذنب يقع على الزوج ليس على الزوجه. لكن احنا كنا محتاجين نسمع بقيه القصه. ربنا يشفيهولك يا رب ويعافيه، وان شاء الله تلاقوا مكان ابنك يدخل فيه تاني وتعالج يا رب. ربنا يشفيه يا رب. ام محمد اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. بصي حضرتك، احنا انا والدي عنده 85 سنه. ربنا يديه الصحه. ووالدتي كانت باتره رجليها. فبعدين احنا 5 بنات. فاختي فينا ما كانش بتيجي، انا ابويا مات دلوقتي بقاله شهرين. فابويا ميت رجع من اختي، اختي دي ما كانش بتجيله ولا بتراعيه ولا يعني باباكي كان عنده 85 سنه وتوفى. تمام. يعني انا لما اخذ كنت انا اللي بحميه وقال له كل حاجه، هي ما كانتش بتجيله خالص. فهو ميت رجع لنا، يعني هو مش زعلان منها. كويس. دي كده ما تتحسبش عند ربنا؟ يعني انت عايزاها تتحاسب ولا ايه؟ يعني يعني هي كده ما تتحسبش، هو ما كانتش بتيجي تبر امي ولا تشوف ابويا ولا كانت تجي لنا خالص، يعني كانت مقاطعاهم. ليه بقى كانت مقاطعه ليه؟ هي كده قالت انا عايشه ليا ولعيالي وانا اللي هتحاسب والكلام ده. بتستفزكم يعني؟ طب معلش انا ممكن هسأل حضرتك سؤال. كل واحده فينا بتروح يوم وتخدم امنا وكده. هسأل حضرتك سؤال. والدتي برضه كنا برضه راجل كبير وبرضه كان بيخدم، يعني كلهم كانوا بيخدموا باباهم ومامتهم الا هي. ايوه. طب اسمعي الشيخ هيسألك على حاجه. انا عاوز اسأل حضرتك سؤال. معنى ان باباكي ميت رحمه الله وهو راضي عن اختك دي، ده مزعلك؟ ده مزعلك؟ طيب هو الخط قطع. الو الخط. أيوة. بيروح ويجي. ده مزعلك؟ ده مزعلك ان بابا ميت وهو راضي عن اختك؟ الو. طيب ماشي يا حبيبه قلبي، واضح ان الخط ايه مش مظبوط. انا كان نفسي اسمع الجواب. بس هو شكلها كده. لا يعني هي شكلها متغاظه من اختها انها ما بتجيش تساعد، فمتضايقه وهي اختها عماله تقول. عاوز اقول الحكم شرعي تاني. يعني اختها عماله تقول انتوا مالكم، انا اللي هتحاسب. لا بتستفزهم. فهي بقى اتضايقت ان ايه؟ اعتقد انا فاهم كلامها. وهقول لها كلام الامام الغزالي عليه رحمه الله: من يخدم والديه لتكون له منزله عندهما، يعني هو بيخدم عشان انا بس اللي اكون في الصداره، فهذا من العقوق وليس له شيء من البر. قولا واحدا، لو انا نيتي دي ان انا اتقدم على اخواتي ويبقى لي المنزله عند ابويا وامي، ها، وابقى متقدم وحبون انا وماليش علاقه باخواتي، فالامام الغزالي يقول ده الانسان ده اثم
واعتقد ان ده شيء من العقوق وبيدخلوا حاجه نوع من بص دخلوا في شويه تشكيله كده من الايه من الذنوب منها كذلك الامر الرياء. طب وده بر؟ قال لك لا مش بر، لان البر لابد ان يكون ايه باخلاص لله رب العالمين. بتعمل ده ليه؟ لان الله امرني بذلك. دي واحده. اتنين، بابا ميت وانا كنت انسان عاق وثم رضي عني، خلاص كده. فدي متعلقه بمين؟ متعلقه بالاب، والاب قد سامح. فنسال الله ان يغفر لاختها، واسال الله عز وجل ان يغفر لابيها ويهدي اختها برضه. طبعا طبعا. نعمل ايه بقى الحاجه الثالثه اللي انا كنت بقى ما كنتش بقى بخدم ولا بزور ولا بعمل؟ نعمل ايه بقى؟ خلاص ماتوا، الاب مات رحمه الله عليه، ابدا اعوض ده. فعوض ايه؟ بالاستغفار، بالدعاء، بالصدقه، وهكذا. نعم تمام. معانا تليفون. حليمه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا دلوقتي عندي 23 سنه. يعني كنت دايما بصوم بس بفطر يعني ايام الدين. دايما بتصومي وايه؟ عمر في حياتي ما صمت دين. ايه؟ عمرك في حياتك ما صمت ايه؟ ما عوضتيش اللي عليكي. ما عوضتيش اللي عليكي. بفطر ايام كتيره يعني حتى برضه لو مش عليا الدين وكده. ما بتسميهمش ليه طول السنه؟ ما اعرفش والله، انا الايام دي اللي انا عايزه اصومهم. هو اصوم اي ايام كام يوم يعني ممكن اصومهم. عايز تبداي تصومي يعني الايام دي؟ عايزه اصومهم. طب ايه السؤال بقى؟ ما تصومي، ايه السؤال؟ يعني اصوم ايه ولا انا مش عارفه ايه الايام اللي عليا. انت مش عارفه عددهم يعني تقريبا كام سنه مثلا؟ بقالك يعني كام سنه عمرك معوضت؟ عندها 20 سنه. 23 سنه. ايه؟ 23. انت عندك 23؟ ايوه. بقالك كام سنه تقريبا؟ 10 سنين مثلا ممكن. ايوه. طيب حلو قوي. طيب. كويس. يعني انت فاكره انت متى يعني خلينا البلوغ يعني متى كلفتي؟ هي بتقول تقريبا من 10 سنين. 13 سنه كده. كم؟ 13 سنه يعني 10 سنوات. طيب الايام المفروض اللي هي كل العاده بتاعتك كل رمضان كل رمضان كام يوم سوى فطرتيهم؟ كده بس بتفطر برضه ايام ما كانتش عليا. ايه؟ بتفطر ايام برضه يعني بتفطر ايام على كده. استني بس دي واحده. خلينا بس في الايام. خلينا في الايام. ما انا هقول لها. لا ده بتقول لك فطره ايام مش من غير العذر. ايوه ما انا هنجي لها دلوقتي، خليكي معايا بس. ايام العذر دي تقريبا هي بتجي لك قد ايه؟ مش تقريبا، هي بتجي لك قد ايه؟ 6 ايام. 7 ايام. خلينا 7 ايام. 7 في 10 70، يبقى احنا نركز 70 على جنب كده. كم رمضان بقى كنت بتفطري من غير عذر؟ كتير. انا ليا 3 رمضان بس بصوم تمرين. 3 رمضانات بتصوميهم، وانا عندي 7 ضاعوا صح؟ كلهم كانوا ضايعين؟ كلهم يعني ما كنتش بتصومي خالص. دي عايزه تستخفر وتبدا من الصفر. كنت اصوم وافطر. بتصوم وتفطر. انا هريحك. حاضر. هريحك ان شاء الله، ربنا يريحنا ويريحك ان شاء الله ويتوب علينا يا رب. يا رب. طيب خلينا نقول ان هي كانت بتعمل ده عن تعمد، عن جهل، ماليش علاقه بالمساله دي. لكن اول حاجه ما عليها الا ان تتوب وان تستغفر الى الله تبارك وتعالى. مش استغفر الله اتوب اليه وخلاص. توبه دي اسمها توبه الكذابين. لا، استغفار باللسان بيبقى يتبعه عمل الجوارح مباشره. انا بتوب لاني ما كنتش بصوم فانا هبدا الصيام. استغفر الله عشان التوبه تتم لابد ان انا ايه اصوم. ما كنتش بصلي، استغفر الله واتوب له، ابدا بقى اصلي. ما كنتش بطلع الزكاه، استغفر الله وازكي. مش استغفر الله ما بصومش، ما فيش توبه. خلاص بستغفر الله ما بصليش، ما فيش توبه. يبقى لابد الا من تاب وامن وايه وعمل. هي قضيه العمل، المقارنه دي. طيب انا اصوم قد ايه؟ صومي 2 وخميس. عودي نفسك على كده، ما تصوميش اكتر من كده. خلاص 2 وخميس لغايه لما يغلب على ظنك انا تقريبا خلصت كل اللي عليا. العلماء يقولوا لنا كده، عودي صومي كده 2 وخميس حتى يغلب على ظنك ان هو ايه، ان انت قضيت ايه ما عليك. واستغفري الله وان شاء الله باذن الله تصلي. مهمه جدا، لان لو ضيعت الصيام ممكن تكوني بتضيعي الصلاه، فلازم تصلي. الحاجة التانية اللي انت ما ينفعش بأي حال محال، لأنك مكلفة اللي انت تضيعي صيام رمضان، لأن الإنسان اللي بيعمل ده على خطر عظيم. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.
هذا البرنامج برعاية وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وبرحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد الملكي. أهلا بك شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. الستر والصحة لينا جميعا يا رب. يا رب خليني بس أنا محتاج إن أنا أتكلم في المسألة دي، إن إحنا لما نيجي نقرأ القرآن فبنقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل أرسله بشيرا ونذيرا، وأرسله هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس جاي يبشر وينذر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العالمين. من تمام رحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا النبي بيقول يا أخوانا إن أنا جاي حتى أعمر هذا الكون. يعني حتى أعمر هذا الكون؟ أنا من تعمير الكون ده اللي أنا أبني مصانع، اللي أنا أزرع، اللي أنا طب مين اللي هيعمل كل ده؟ الإنسان. فتعالى نبدأ والرب الإنسان، نبدأ نبني الإنسان أولا. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبني الإنسان ويصنع الإنسان على عينه هو عليه الصلاة والسلام، ويبدأ النبي يشوف، مش بس بيتابع كده من بعيد لبعيد، لا ده يروح يقعد معاه ويشوف إيه المشاكل اللي عنده، ولو في مشاكل في البيت يبدأ النبي يحل لأبسط الأشياء. لو النبي عليه الصلاة والسلام عنده مشاكل أعزكم الله، لو الراجل ده مثلا فلاح وعنده مشاكل في البهائم أعزكم الله، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يحل المشاكل دي. ليه؟ لأن أنا في النهاية أنا مش محتاج إنسان مهزوم نفسيا أو إنسان عنده مثلا نوع من أنواع الفقر ومحدش بيسأل عليه، فأنا جاي رحمة للكل. فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحث المجتمع كله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يا جماعة لابد من التراحم، ويقول لهم خلي بالكم من لا يرحم لا يرحم. فلما نشوف إنسان هو يحتاجني، أنا شايف هو عنده العوز ده، هو عنده حاجة نقص، والنقص ده أنا اللي ممكن أكمله له، فربنا وضعني في طريق هذا الإنسان فلازم أرحم هذا الإنسان. فأنا لو رحمت الإنسان ربنا يرحمني. فيجي الصالحون رضي الله عنهم ينظروا إلى الرحمة الكبرى بقى، اللي هي رحمة رب العالمين. يعني أنا لو رحمت الإنسان ده رب العالمين هيرحمني؟ أيوة. طب يعني إيه رب العالمين؟ يعني أنت دخلت في كنف الله تبارك وتعالى، فمحدش هيقدر يجي عليك. الفقر لو جاء ربنا يسندك سبحانه تبارك وتعالى، ولما تقع تجد متكئة، ما تقعش، ولو وقعت تجد متكئة. ولما تعمل المعروف، تخيل بقى لما تعمل المعروف في البشر، اللي هيعمل المعروف فيك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب البشر. والكريم إذا أعطى أدهش بعطائه سبحانه تبارك وتعالى. وبعد كده لما تروح بقى إلى الآخرة تجد جنة عرضها السماوات والأرض. كل ده ليه؟ لأنك رحمت من أخوك الإنسان، أخوك الإنسان اللي عايش معاك في الحياة ده أنت رحمته. فلما تلاقي الإنسان ده مثلا يحتاج إلى مال، محتاج عملية وهو معهوش، محتاج لقمة يأكل، محتاج مية يشرب مية نظيفة، وإنت تقدر اللي أنت تعمل أو تساهم ولو بالقليل، فاعلم أنك دخلت في كنف الرحمن سبحانه تبارك تعالى. زي ما رحمت هنا هتلاقي الرحمة الكبرى هي اللي جاية لك، وهو أن الله عز وجل هو الذي هو الذي يرحمك. وأدام ربنا رحمك معناها إيه؟ أنت أبشر أنك بإذن الله من أهل الجنة. طيب إحنا نشوف كده مع مشاهدينا أول تقرير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر، ونرجع له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في محافظة بني سويف، وفي هذه المرة حالة تدل على مدى كون أمة الإسلام أمة واحدة، زي ما ربنا قال في القرآن وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وزي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كلنا مسلمون يجمعنا الإسلام حتى ولو تفرقت الديار. إحدى أخواتنا الفلسطينيات من غزة، واللي سمت بنتها كذلك غزة، أختنا أم غزة حلت بها الرحال على أرض هذه البلدة في عزبة حسين سليمان،
علشان أهل الفضل يدوها قطعة أرض تعمل عليها بيت. كل ده مما خلفته الحروب. يا رب يعم السلام كل بلاد أهل الإسلام. خلفت الحروب بعض الحالات اللي لازم نشد أزر إخواننا ونقف جنبهم في حالتهم. بفضل الله عز وجل أهل الفضل وصلوا معاها للبيت على الهيئة اللي حضرتكم شايفينها، هيئة بدائية جدا. لازال البيت خالي تماما، ولازال البيت بدائي، حتى السقف بتاعه من الحطب، ولازال البيت محتاج سقف، سقف من الحطب لأوضة واحدة أو أوضتين في البيت. لذلك أنا بعمل دلوقتي لقاء مع أختنا أم غزة، اسمع منها، ولما تيجي إن شاء الله بإذن الله عز وجل تشوف الحالة، تشوف هويتها، بطاقة الهوية بنفسك، علشان تعرف بتتعامل مع مين، وعلشان يطمئن قلبك إني أنا عينك اللي بتجد لك الحالة المستحقة على الحقيقة، عشان تشوف الزرعة بتاعتك بتحطها فين، الزرعة اللي تنمو بعد كده بإذن الله عز وجل ليس لها ثواب إلا بإذن الله عز وجل الجنة. معنا أختنا أم غزة، اسمع منها. تفضل يا أختي. السلام عليكم. أنا عاوزة بس من الحرب من غزة، أنا قلت إحنا في غزة ملناش بيت، وكل أهل استشهدوا، كل أهل استشهدت، ما فيش غير ضلة بتبني في غزة، ما فيش. أنا قلت أنا بدي بيت، ساعدونا للناس إنه يبنوا لي بس كتار، بس ما قدرش أكمل. حبابنا الكرام، هي أختنا مش قادرة إن هي تكمل كلامها، ولكن اللي أنا فهمته إن كل الأهل استشهدوا، زي ما هي بتقول كل الأهل استشهدوا ولم يبقى إلا هم. جم على مصر الأهل الخير، عملوا المكان اللي حضرتكم شايفينه، يعني لو أطلقنا عليه بيت مجازا، هو عبارة عن سور حوالين غرفة. إحنا عايزين نكمل هذا البيت لإخواتنا، إخواتنا الفلسطينيين اللي بيعانوا دلوقتي. يا رب يعافينا ويعافيكم، ويجعل مصر دايما أرض أمن وأمان وسلام واطمئنان. الكاميرا هتجيب لحضرتك البيت محتاج إيه؟ ده محتاج بيت علشان يبقى بيت. كاميرا هتجيب لحضرتك، اوعى تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا باب من أبواب الجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وفي مقابل ذلك بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. أحد علماءنا المفسرين بيقولوا المشتري هو الله والبائع هو أنت. المشتري هو الله والبائع هو أنت، والسلعة هي الجنة اللي قال عنها سيدنا النبي: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لو عايز وإن شاء الله تشارك معنا بإذن الله عز وجل، ولو بأقل القليل، تشارك في حالة أختنا أم غزة. يا رب يحرر غزة وفلسطين كلها. لو عايز تشارك معنا، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام، الأرقام ديت صورها وتواصل مع المؤسسة علشان توصلك تشوف الحالة بنفسك، أو تتواصل مع الحالة من خلال المؤسسة علشان أخد أجر زيك بالضبط. يا رب يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعاً التقرير مع بعض أم غزة يا شيخ أحمد، وتعليقك على التقرير. كلنا بنبدأ أن ربنا يفرج عن أهلنا في فلسطين، وكلنا بكل الناس محتاجة أنها تقدم حاجة، تعمل أي حاجة. طيب أخوانا، والله إحنا بنقول والله أنت تملك اللي أنت ممكن تساعد، تملك الدعاء، خلاص أنت هتعمل إيه؟ تستعين بالله، تربي نفسك بقى على المسألة دي. وكل محنة وراها منحة بإذن الله عز وجل، وربنا بقول فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طيب ده إخواننا موجودين، طب نعمل إيه بقى؟ نقدر نساعدهم. خلاص هي جات لك لغيت عند، مش أنت كنت بتقول يا بس انا محتاج اللي انا اهو جات لك لغيت عندك، تعمل ايه بقى؟ ها انت بتشوف، هل انت صادق مع رب العالمين؟ فاصدق الله يصدق سبحانه تبارك وتعالى. طيب احنا لسه كنا بنتكلم عن الرحم،
فأم غزة محتاجة أن احنا نرحمها، نقف بجانبها، نحاول اللي احنا نواسيها. طب المواساة هتكون بإيه؟ اللي احنا نحاول اللي احنا نسقف لها البيت، نحاول اللي احنا ندخل لها وسط مي، اللي يقدر يجيب عفش ولو بسيط يقدر يعمل ده يتفضل، ده جزء من الرحمة الصغيرة اللي هي في الدنيا، وده بيؤهلنا إلى الرحمة اللي هي الكبرى يوم القيامة. طيب نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التقرير من أحب التقارير إلى قلبي، لأن ربنا في القرآن قال آية، هذه الآية لو استعشعرناها حقيقة بقلوبنا لتحركت أجسادنا وحواسنا تجاه تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. في القرآن الله في سورة التوبة يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي يعمر بيت الله عز وجل أيا كان هذا النوع من العمران أو من التعمير، سواء تعمير معنوي أو تعمير حسي. تعمير المعنوي أنك أنت تعمر المسجد بالذهاب إلى الصلاة فيه، وتعمير حسي أنك أنت تساهم في بناء مسجد. أنا عايزك أخي المشاهد الكريم كمان تتخيل معايا أن هذا المسجد قد عمر بإذن الله بالمصلين، لسيما وإحنا في عزبة حسين سليمان، تقريبا هو المسجد الوحيد الذي يبنى الآن في هذه العزبة، ولا يخدم عدد كبير جدا بإذن الله من إخواننا من المسلمين من المصلين. كل تكبيرة في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تحميدة لو قلت، لو واحد قال هنا الحمد لله، كل دعاء في ميزانك. أنا بقول لحضرتك دلوقتي وأنا والله بأسأل الله وأنا في بيته إن إحنا نساهم بالفعل في هذا البيت علشان يبقى لي حسنات وليك أنت كمان حسنات. المسجد زي ما كما ترون حضراتكم اللي ورايا دي الآن هو المحراب، دي حقيقة لسه ليس في المسجد إلا حصيرتين فقط. شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المسجد كما ترون غير مسقوف إطلاقا، وإن شاء الله أحد إخواننا المسؤولين في المسجد هيذكر الاحتياجات بتاع المسجد. المسجد بالطوب الأحمر لازال على هذه الهيئة، لازال المسجد بكر، محتاج منك أي حاجة تقدر، طن حديد، طن أسمنت، اللي تقدر تقدمه قدمه. مؤسسة فذكر زي ما قلت لحضرتك بتبحث عن الأعمال التي تنفعني وإياك في الدنيا وتنفعنا كذلك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أكمل معك التقرير بإذن الله مع أحد المسؤولين في المسجد، يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، ونحن في منتصف مسجد السلام زي ما ذكرت لحضرتك بالضبط في التقرير، معنا أحد إخواننا المسؤولين عن المسجد واللي بيتابعوا بناء المسجد من أول طوبة علشان تسمع احتياجات المسجد إيه واللي تقدر تقدمه قدمه. لا تحقرن من المعروف شيئا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كمان اتقي النار ولو بشق تمرة. اوعى تحقر عمل من أعمال الصالحة ولو أقل القليل. إخواننا في المؤسسة هيفتحوا لحضرتك باب التبرع بوسائل سهلة جدا، بفيدافون كاش، بنستباي، بأي وسيلة تستطيع أنك أنت تتبرع لبيت الله عز وجل ولو بالقليل من خلال مؤسسة فذكر. معنا سيدنا الشيخ محمد يقول لنا المسجد محتاج إيه تفصيلا. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، يعني فضل الله سبحانه وتعالى المسجد محتاج للسقف كامل، والسقف هياخد 9 طن حديد و35 طن أسمنت، والخراطيم الكهرباء والبيبان، وزي ما حضراتكم شايفين المسجد كده فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش سقف، ما فيش. فالربنا سبحانه، ربنا هنا في الدنيا بيقبل منك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايزين نكمل بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمر بيت ربنا، عشان ربنا عمر بيوتنا إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى زي يعني الناس هنا ناس حالتها على قدها، فالله ربنا سبحانه وتعالى يقدروا حديد اسمه، يعني احنا اللي يجيبوا أي حاجة، البيبان، خراطيم الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشياء اللي هي يعني بتتم زي ما الإنسان بيبني بيت لنفسه، فكذلك لو يبني بيت لربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا الشيخ تفضل كده
بيت في الجنة يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، لو لميت الكون كله ما يقدرش يبنيه الملاط مسك. ويعني فاللي يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يساهم بأي حاجة، حتى لو مش لو عانوا الدل على خير كفاعل، لو دليت أخوك على الخير ما يعني ما معكش الذين لا يجدون إلا جهدهم. فإحنا الناس بتجتهد، وناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في المؤسسة جايين من مشوار وجايين في الشمس وجايين وبيتحملوا كل ده، بيبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمر بيت ربنا في الدنيا ربنا بيعمر بيته في الدنيا، اللي بيفتح للناس أبواب الرحمة ربنا بيرحمه في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول لحضرتك لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد محتاج إيه، تواصل مع المؤسسة تبعت لك اللوكيشن، وتستطيع أنك أنت تصل المسجد هنا تشوف المسجد محتاج إيه بالضبط. لو عايز تتعامل مباشرة مع الناس مفيش مشكلة عند المؤسسة، المهم أن المسجد بإذن الله عز وجل يكمل علشان أنا وإنت نرتفع ونرتقي عند الله عز وجل. كذلك أنا بوجه رسالة خاصة لإخواننا من رجال الأعمال وأهل الفضل المقتدرين، بدل ما تبني مسجد، المسجد مبني ومحتاج كل حاجة من الألف إلى الياء، التشطيب حقيقة أكثر من عظم المسجد اللي هي الحيطان والعمدان ونحو ذلك، الحيطان والعمدان معمولة بفضل الله عز وجل، لكن التشطيب بيحتاج كتير جدا. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان الجديدة، عزبة حسين سليمان الجديدة، مسجد السلام في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف، بيخدم عدد كبير جدا، ما فيش غير المسجد ده. يا رب يتقبل مني ومنك بإذن الله عز وجل. أنا بس كنت عايز أستأذن إخواننا إن إحنا نصور يا سيدنا ونزيع. تفضل تفضل. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تقرير طبعا مساجد ومشروعات مؤسسات فزكة. من أحب المشاريع إلى قلبي هي المسجد. المسجد فيه الراحة النفسية للإنسان، لما بيحب يخلو بربه سبحانه وتعالى هيقعد في المسجد. تخيل بقى الكمية السعادة والطمأنينة اللي هياخدها دي، اللي هياخدها هو الإنسان، يعني هيحصل هذه الطمأنينة. لكن اللي ساعد في ده واللي حط جنيه في المسجد واللي جاب طن أسدها 35 طن، لو كل واحد بيقول والله أنا هتبرع بطن، احنا عايزين 35 فرد، عندنا 9 طن حديد زي ما سمعنا في التقرير، 9 طن حديد ده ممكن تكون غاليه شويه، الطن الحديد غالي، بس لو كل 5-6 اشتركوا والله في ده، فاحنا الحمد لله نقدر نلم الدنيا. مش بقول لكم يا جماعه احنا يعني كل واحد يتبرع بده يتبرع ب9 طن وده لا، احنا بنقول بالقدر يعني حسب ما ربنا يعني ييسر لك. لكن تخيل لما تعمل الكلام ده هتبقى صدقه جاريه، يبقى الانسان يموت واللي بيلحقه من اعماله تلاقي الحسنات دي على طول عماله تزيد. ايه يا عم طب ما انا موت خلاص، ايه اللي بيزيد؟ مين اللي بيزود الحسنات؟ زي ما في الحديث الثاني يقول له ولا دوك استغفر لك كما في الحديث الشريف، هنا هيقول اصل فلان استغفر ربه او ركع ركعه لله او قرا القران في المسجد الذي ساهمت فيه، فالحسنات. فانت بتامن على ايه؟ احنا خلينا نعمل النهارده حاجه اسمها التامين على العباده. تأمين على العبادة، أنا بصلي كويس، هات واحد يصلي معاك، طيب مش لاقي واحد، طب ما تساهم في مسجد، شوف بقى كم واحد هيصلي على مر الزمان بقى، مش سنة وسنتين، 100 سنة 200 سنة قدام، طول ما المسجد موجود في حسنات عداد من الحسنات شغال. وخلي بالك الأجر الكبير بقى إيه؟ بنى الله له بيتا في الجنة. إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من احد اطراف عزبه حسين سليمان زي ما قلت لحضراتكم التابعه لمركز هناسيا في محافظه بني سويف. لازلنا بفضل الله عز وجل نتابع انجازات مؤسسه فذكر، وزي ما قلت لحضرتك ان مؤسسه فذكر بتبحث بالفعل لانها مؤسسه مسؤوله عن التنميه المستدامه، فبتبحث عن المستحقين الحقيقيين في كل شيء. يعني حضرتك هتشوف معانا تقارير خاصه بزواج اليتيمات او غير القادرين او نحو ذلك، وهتشوف كذلك حاجات خاصه بالابار. يا رب يتقبل مني ومنك، اللهم امين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن البير تحديدا وقال في حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر ماء لم يشرب منه جن او انس او حيوان الا كان له به اجر. ومعنى ذلك ان هذا الماء في مكان زي منطقه عزبه سليمان، الماء ده هو مش هيشرب منه الانسان فقط، ولا هيتوضأ منه، ولا هيطهي منه الطعام فقط، وإنما كذلك للحيوان أعزك الله وللطير. كل هذا لك به أجر. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ. ده اللي بيقول الكلام ده مش كلامي ولا كلام حضرتك ولا كلام حد من الناس العاديين، ده كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. يوم القيامة والشمس بتدنو من الرؤوس مقدار شبر، يوم القيامة والناس عطشة، ومن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، زي ما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس هيستظلوا بظل عرش الله عز وجل ويشربوا من حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين الناس دول؟ الناس دول اللي قال عنهم سيدنا النبي: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. وربنا قال عنهم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأن المؤسسة بفضل الله عز وجل، بفضل الله تبارك وتعالى، مؤسسة عريقة لها اسمها، لذلك المنافسة احتدت، حتى جاء أخونا عبد الله من دولة قطر الشقيقة علشان يحقق فينا قول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، نعم، إذا اشتكى منه عضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وزي ما قال سيدي وسيدك: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك أسأل الله أن يتقبل هذا العمل من أخونا عبد الله، ولكن هناك عمل عليك أنت أيضا، لأن ربنا قال ده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علشان كده بقول لحضرتك أن لازلنا برضو لحد اللحظة بقول لحضرتك أن هذه العزبة، عزبة حسين سليمان في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف، لازالوا محتاجين، لأن العدد كبير، ولأن عدد الأبار قليل جدا. المؤسسة بفضل الله طرقت هذا الباب ولن تترك هذه العزبة إلا وبإذن الله عز وجل، زي ما فعلت في سائر ربوع مصر تعمل هنا كمان، حتى يكتفي أهلنا من أبسط حقوق الإنسان وهو الماء، المية. تخيل بيت ما فيهوش مية، يعني ما فيهوش حياة. عايزك تشارك معانا وما تحرمش نفسك الأجر. لو عايز تشارك معانا انظر أسفل الشاشة، هتلاقي أرقام، صورها بسرعة قبل ما ينتهي التقرير، وبعت لنا علشان مندوبنا يصلك أينما كنت. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-97-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. صدقة المية جميلة لأنها سر الحياة. أنا لو قاعد في بيتي والجو حر وبطلب شوية مية ساقعة ومش لاقي، فالواحد بيعمل مشكلة، أنا بان إزاي ومش حاطين مية في التلاجة، وده بيحصل. طيب تخيلوا يا جماعة، الناس مش لاقية المية، لا الساقعة اللي هي اللي في التلاجة دي ولا المية العادية الباردة بتاعتنا دي، مش لاقيين أصلا مية. فتخيل كمية الحسنات اللي انت هتاخدها إذا ساهمت في إنشاء بئر أو في وصلة مية
لأنك بتدخل فرحة على كتير من الناس، أنت مش بتدخل على أسرة بس، لما بتعمل بئر في منطقة آلاف ما شاء الله أو مئات أو عشرات حتى الأسر دي كلهم بيستفيدوا من المياه دي، فبيتوضوا بيشربوا بيأكلوا، كل ده عداد نهر من الحسنات عمال يجري عليك وانت سبحان الله. بس الشرط ايه بقى؟ الإخلاص، والحاجة التانية أن المال يكون من حلال طيب. أشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، ومشاهدينا سيبكوا آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أيضا من عزبة حسين سليمان مركز إهناسيا محافظة بني سويف. إحنا كنا بفضل الله عز وجل مؤسسة فذكر أول من يطرق باب هذه العزبة اللي هتشوفوا حضراتكم أهلها معظمهم في حاجة إلى من يمد لهم يد العون. حقيقة أنا الآن في أحد البيوت، ويؤسفني أقول لحضرتك أيها المشاهد الكريم إن أنا وأنا بكلم حضرتك دلوقتي بكلمك مش من الشارع ده، من منتصف البيت بكلم حضرتك، من وسط البيت من الصالة، لو صح القول نقول إن أنا من منتصف البيت بكلم حضرتك. عزك الله اللي على يساري ده الخلاء الحمام، وأوضة واحدة هي اللي لها سقف، باقي البيت زي حضرتك ما شايف مش مسقوف. يعني لو بيت علي في الوقت المقبل عن البيت هيكشف البيت كله. كذلك تخيل حضرتك في حالة المطر، احنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى في الصيف، لكن في حالة المطر البيت ما فيش أي حاجة تمنع نزول المطر على الأهل. هنا لو تجمع المية داخل البيت ممكن تبوظ باقي البيت اللي هي الحجرة اللي هي لها سقف الموجودة في البيت. رب هذا البيت عم يحيى، راجل مصاب يا رب يعافيني ويعافيك بمرض الغضروف، يعني لا يستطيع أنه يخرج علشان يعمل إلا أعمال بسيطة جداً لا تكفي، فيضطر بنت عم يحيى اللي هي عروسة، بنت من بناتنا اللي المفروض هي بتنتظر موعد زفافها وهتتزوج عن قريب، البنت تضطر للخروج للعمل في الجبل. أيوه زي ما حضرتك سمعتني بالظبط، تخرج تعمل في الجبل علشان خاطر تستطيع ان هي تجمع فلوس لأهل البيت تعينهم على حياتهم، وكمان تعين نفسها بأقل القليل من الجهاز. إحنا محتاجين أكثر من شيء في هذا، في هذه الحالة. أول شيء محتاجين من يكفل عروسا مسلمة. سيدنا النبي اللي قال الكلام ده، الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه، لما تقف بجوار أخيك المسلم ربنا سبحانه وتعالى يقف بجوارك، لما تفرج كرب مسلم، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة يوم مليان كربات، مليان كربات فعلا، مليان خوف. اللي عايز يأمن في هذا اليوم، يوم الفزع الأكبر، ينظر إلى مثل هذه الحالات ويمد لها يد العون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت لسه بكلم حضرتك دلوقتي عن عم يحيى، وقلت لحضرتك ان عم يحيى محتاج اللي يساعده في تسقيف البيت، ومحتاج كمان اللي يساعده في جهاز بنتنا، خاصة ان عم يحيى اصبحت الحالة الان لا يستطيع الحركة كتير جدا عشان يشتغل. وقلت لحضرتك ان لما احدى بناتنا تضطر للخروج للعمل في الجبل، يبقى لازم انا وحضرتك الناقوس الخطر ده اللي بيخبط على بيوتنا، ما ينفعش في مجتمع المسلمين في بلاد المسلمين ان احنا نسيب بنتنا تخرج تعمل في الجبل عشان تجهز نفسها وتساعد باباها ومامتها على الحياة اللي اصبحت صعبة. عم يحيى استاذن حضرتك، انت عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي ثلاث اولاد وبنت. ثلاث اولاد وبنت. انت قلت لي ان حالتك المرضية، حالتي المرضية عندي غضروف ظهر، لا ما بعرفش اشتغل وما بعرف، بتعب على طول في الشغل، عندي برضو رجلي بتتعبني. تمام، يعني الحركه بتاعتك اصبحت صعبه؟ صعبه ان انا اشيل اي حاجه زي الاول، او مثلا اجهد نفسي في الفلاحه او كده.
وجريت مع الدكاترة كتير وما فاتش أي علاج من ال... وطلبوا مني أشعات مقطعية وأنا معيش ما عنديش قدر استطاع أن أنا أدفع 800 جنيه أو 900 جنيه بقت بألف ودو بألف وألف ومتين دول. تمام. طيب أنت الآن لأنك مش عارف مين اللي بيصرف على البيت؟ اللي بيصرف على البيت دوقت إحنا قاعدين وربنا بيرزقنا الحمد لله. أهل الخير بيساعدوا لكن برضو لأن هنا الدنيا صعبة ما حدش بيساعد باللي ما حدش بيساعد مش كتير مش كفاية. بنتنا أسماء اضطرت أن هي تخرج يا أم أسماء أن هي تعمل في الخارج صح كده؟ أيوة حضرتك بتطلع تشتغل معايا بالصبحية ونطلع مرات نعود ومرات نشتغل بس الصبحية مش مكافية لأن أجهز بيها ولا مكافية أن أنا أصرف فيها في البيت. تمام. طب انت دلوقتي محتاجه دلوقتي حاجه معينه في الجهاز بتاعك للبنت؟ ايوه محتاجه حضرتك ان انا اجهزها عشان ربنا يستر ارض وارض الولايه كلها. بعد الزواج بتاعها امتى؟ بعد العيد الكبير. العيد الكبير بالظبط يعني قدامنا تقريبا شهر وشويه من دلوقتي على ميعاد الزواج بتاعها صح كده؟ ايوه حضرتك. نزلتي مش عارفه تخلصي الجهاز بتاعها؟ عارفه حضرتك. لا مش قادر أبوها ما بيشتغلش وإحنا مرات بنطلع ونعود وما فيش شغل على اليافطة قليل لما نطلع نشتغل. عايز حضرتك توجهي رسالة لأهلنا أهل الخير وأهل الفضل كتير في مصر بفضل الله تبارك وتعالى هذا البلد لا يعدم الخير أبدا موجودين بفضل الله عز وجل. تقولي لأهلنا اللي هم أهل الفضل المستطيعين تقولي لهم إيه؟ أنهم يكتفيكم شر المرض ولا يرمكمش في ضيق أو يوسع رزقكم أنتوا اللي زيكم ويا رب يجعلكم دائما أهل الخير وجزاكم الله خير. اللهم آمين. زي ما شفتوا حضراتكم حالة زوجة عمي يحيى تضطر هي تخرج هي والبنت الصبح وده مش كافي اللي إقامة حياة كاملة علشان يكفي كمان لجهاز لتجهيز بنت للزواج وخاصة ان موعد الزفاف للأسف أصبح على وشك. احنا خلاص أصبحنا في الآخر خالص بقى لها شهر أو شهر وكم يوم ولكن احنا لا نعول إلا على الله عز وجل أولا وعلى القلوب الرحيمة وأهل الخير وأهل الفضل اللي أول ما بيسمعوا أي حاجة وأي مسلم محتاج بيرفعوا عنه العسر اللي هو فيه وبالتالي الله تبارك وتعالى بيكافئهم بذلك في الدنيا قبل أن يكافئهم في الآخرة. أنا بس عايز قبل ما أختم مع حضرتك عم يحيى ومع أم أسماء عايز أسأل حضرتك أنت موافق إن إحنا نزيع التقرير ده؟ والله يا أيوة زيع أيوة حضرتك عايز تزيع شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.